أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين وعموم المؤمنين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإيانا في كتابه البلوغ من كتاب الحج، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على النساء حلق وإنما يقصر. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. وعن عاصم ابن عدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد يومين، ثم يرمون يوم النفر. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت نبهان رضي الله عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد اشتملت هذه الأحاديث على جملة من أحكام الحج، فمنها إن الحلق أو التقصير نسك من المناسك، من مناسك الحج والعمرة، يحصل به التحلل. فالمعتمر مثلا إذا طاف وسعى، إذا طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا، فإنه يحلق أو يقصر. قد مر بنا في الحديث السابق أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات، وللمقصرين مرة واحدة. فلما قصروا في اتباع السنة فاتتهم دعوتان، فدل على أن الناسك المعتمر أو الحاج يبالغ في اتباع السنة حتى يستكمل الأجر. هذا في حق الرجال. أما النساء فهن يقصرن فقط من شعورهن، تجمع المرأة شعرها ثم تقطع منه قدر الأنملة، الأنملة رأس الأصبع، هذا رأس الأصبع اللي فيها الظفر. وأن النساء لا يحلق، وهذا دل على أن الله عز وجل جمل النساء بشعور الرأس مثل ما جمل الرجال باللحى، كما قالت عائشة رضي الله عنها كانت تقسم تقول: والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب كذا وكذا. هذه الفطرة، هذه من خصال الفطرة ومن سنن الفطرة. فلذلك مع أن إزالة شعر الرأس نسك في الحج خفف عن النساء، فلم يؤمرن بالحلق ولا بالتقصير المبالغ فيه، وإنما بأدنى قدر من التقصير وهو قدر الأنملة، قدر طرف الأصبع اللي فيها الظفر فقط، ما سوى ذلك يتركنا. فإذا قلنا إن هذا الذي هو الحلق أو التقصير في حق الرجال والتقصير في حق النساء نسك، معناه إن الإنسان ما يتم حجه ولا عمرته إلا بذلك،
فلو فرضنا إن إنسانا فرغ من عمرته وذهل في مع أهله في شيء وفي أمر السفر ونسي أن يقصر، فقال ما الحكم؟ نقول الحكم إنك تخلع ملابسك العادية هذه وتلبس ملابس الإحرام ثم تحلق رأسك، تتحلل من النسك، من النسك ما زلت في الإحرام في حكم الإحرام. ما يكفي أنك فرغت من الطواف والسعي، لا، لازم تفعل النسك. فإذا فعل هذا ليس عليه شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لو قدر أنه طافت عليه مدة وكذا وكذا فإنه يحتاج إلى فدية جبران، لأنه ترك شيئا من نسكه، ترك الحلاق أو التقصير، وهذا يغفل عن كثير من الناس، يشغلون عنه ثم يغفلون عنه. وربما بعض الناس يلعبون عليهم الأطفال والعمال الذين يتعاطون الحلاق أو التقصير، يأخذ شعرتين من هنا وشعرتين من هنا وخلاص، ما حل من إحرام. ما يكفي، لابد من تعميم الرأس بالحلقة والتقصير. ولذلك المرأة تجمع رأسها مجموعتين، من هنا واحدة ومن هنا واحدة، وتقص منها، وهكذا الرجل. ولو كان، لو فرضنا إن الإنسان مثلا متمتع ثم إنه فرغ من عمرته يوم 8 مثلا، فجاء وحلق، إما أنه جاهل أو متساهل أو شيء، فإذا جاء يوم العيد يقول كيف أنا أحلق، كيف أتحلل من الحج؟ نقول تمر الموسى أو المكينة على رأسك، تأخذ ما تأخذ، لابد من إمرارها على رأسك، وإلا ما تكون انتهيت من النسك، باقي عليك النسك. هذا أمر لا بد منه. الحكم الثاني إن المبيت بمنى نسك من المناسك، يدل عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص فيه لصنفين من الناس كانوا في خدمة الحجاج. الصنف الأول هم السقاة الذين يخرجون الماء من بئر زمزم ويسكون الناس في الحرم، وكانت السقاية شرف تشرف به العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فكان هو وغلمانه وأولاده يشتغلون بسقاية الناس أيام الحج. سمي يوم الثامن يوم التروية لأن الناس كانوا يروون الماء، يأخذون معهم من زمزم ومن غيرها لمنى، سكناهم في منى. فاستأذن العباس لنفسه ولغلمانه وأولاده أن لا يبيتوا بمنى من أجل سقايتهم، لأنهم مسؤولون عن السقاية. فكانت السقاية كالرفادة وكالحجابة من الوظائف المتعلقة بالحرم، والتي شرفت بها قبائل قريش، كل قبيلة أو أكثر لها مسؤول مختص بهذا الأمر وله أعوان، أحد بالحجابة، حجابة البيت، السدنة اللي يفتحون الباب وينظفون الكعبة ويعتنون بها، وأمر السترة وغير ذلك، وناس لهم السقاية والعباس، كانت لأبي طالب فعجز عنها لفقره فتنازل عنها للعباس، وهكذا الرفادة، إغاثة الملهوف وإسعاف المحتاج وغير ذلك، كل هذه وظائف شريفة اختصت بها قبائل من قريش. فالمقصود أن العباس استأذن لنفسه ولغلمانه وأولاده أن لا يبيتوا بمنى أيام منى،
ليلة الحادي عشر ليالي مينا، ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، ليلة الثالث عشر، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الرعاة، رعاة الإبل ودواب الحجاج، يسرحون بها في ضواحي مكة، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مع دوابهم، لكن يأتون يرمون. فإذا صار اليوم الحادي عشر يعني يرمون يوم العاشر، ثم يأتون يوم الحادي عشر أو الثاني عشر ويرمون عن الحادي عشر أولا ثم عن الثاني عشر، ثم يأتون يوم الثالث عشر. فاستأذنوا فأذن لهم، فدل على أن من لا عذر له وليس في خدمة الحجاج أنه يلزمه المبيت بمنى، ولا يسعه أن يتهاون يقول أنا ما وجدت مكان، يبحث ويتسبب أن يجد مكانا في منى أو خيمة، فإذا لم يجد فهو معذور، يبيت حيث شاء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا نقول له تعال المنى وبت بالشوارع محلات الخطر، لا، فليس عليه شيء، مثل هؤلاء معذور. لكن إذا كان متهاونا، إما أنه له شقة في مكة ولا بسكن في شقتي ولا يبحث عن مبيت في منى، هذا مفرط، أو أنه بإمكانه تحصيل خيمة على قدر حاله ولم يجد، فنقول بيت حيث شئت الأمر واسع. لكن يتهاون يقول لم أجد بعدين، لا، أنت المفرط. كذلك الإنسان اللي مع حمله نفس الشيء، يطمئن أن الحمل مساكنها في منى في مزدلفة، يختار، لا يختار واحدة يدري أنها خارج منها ابتداء، ما هو لازم، خصوصا إذا كان نفل الحج ما هو فريضة. لابد من التنبه لهذا، لابد من التنبه لهذا. فالمبيت بمنى ليالي منى واجب، والواجب كل المبيت أو أكثر الليل، هذا الذي ينبغي. يحتاج الإنسان أنه يعنى بهذا، أمر المبيت بمنى وأمر المبيت بمزدلفة، ليلة مزدلفة ما يتهاون فيه الإنسان ويتساهل، لكنه إذا أنه بذل جهده ولم يجد فهو معذور، لا يكلم الله نفسه إلا وسعه. وإذا كان أنه نفل لا يحج، الأمر واسع، أما الفريضة لا، يحج ويتقي الله ما استطاع. فهذا أمر لابد من أن يعتني به الإنسان ولا يتساهل فيه. في الحديث الأخير، حديث خطبنا رسول الله يوم النحر، وأليس هذا وسط أيام التشريق؟ يعني إن أيام التشريق أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وأيام التشريق ثلاثة غير يوم العيد. يوم العيد ما هو منها، منها في بعض الأحكام ومن أيام المعلومات التي قبلها في بعض الأحكام، ويوم الحج الأكبر. فأيام التشريق ثلاثة، اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وهذا يسمى يوم القر. ليش يوم القر؟ لأن جميع الحجاج يستقرون في منى، لا يفكرون في النفير والعودة إلى أوطانهم، ولا في الذهاب إلى أشغالهم وترك المناسك إذا كانوا من أهل جدة أو بحرة أو الطائف، لا، هذا يوم القر متفق عليه. وسميت أيام التشريق بأيام التشريق لأنهم لاستقرارهم بمنى يشتغلون بما يسليهم، وهم يذكرون الله عز وجل بالتكبير وبأداء المناسك، فيشتغلون بتشريق لحوم الأضاحي والهدي، التشريق، التقطيع، التقديد، يقددون اللحوم على شكل سيور يعني مستطيلة دقيقة،
وينشرونها في الشمس، شمس مكة شرفها الله محرقة شديدة، فيملحونها وينشرونها في الشمس حتى تيبس، ويتزودون بها لرجوعهم إلى أهليهم ولبيوتهم، فلذلك سميت بأيام التشريق، تشريق اللحم، تقطيع اللحم تقديده على شكل مستطيل ودقيق فيملح، ومنها ما يطبخ بالقدر بحيث أنه يطبخ يسير مدة 10 دقائق يغلي أو شيء، ثم يخرج وينشر حتى يذهب عنه الدم، حتى لا يصير فيه روائح كريهة. هذه طريقتهم. فاليوم الأول يسمى يوم القر لأن الناس يستقرون فيه في منى. اليوم الثاني يسمى يوم الرؤوس لأنهم يشتغلون برؤوس النحائر من الهدي والأضاحي، والرؤوس تصبر أكثر من اللحم، يجعلونها في اليوم الثاني من أيام التشريق، يجعلونها على النار يذهبون شعورها يعني بشيء خفيف. فهذا هو يوم الرؤوس، اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو الأوسط من أيام التشريق، وهو يسمى أيضا يوم النفر الأول لأن من رمى الجمرات بعد الزوال يوم الثاني عشر له حق أن ينفر من منى، فيذهب إلى مكة ويطوف ويقضي نسكه ويسافر إلى أهله الآفاقي، وإن شاء أقام بمكة أو ضواحيها أو حيث شاء، المهم أن يخرج من منى، ليس الخروج من مكة، لا من منى. بعض الناس يفهم أنه لا بد يخرج من مكة وهذا مو بصحيح، لكنه يجعل آخر عهده بالبيت، فلو قدر أنه طاف الطواف الإفاضة وطاف طواف الوداع يوم 12 مثلا ولم يتيسر له الخروج، بقي بمكة يوم 13 14 15، نقول قبل أن تخرج من مكة تطوف طواف وداع ثاني لأنه ما صار آخر عهدك بالبيت. قد أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن يخفف عن المرأة الحائض والنفساء. فيوم النفر الأول هو يوم الثاني عشر، والرمي بعد الزوال بكل حال، ولا في فتوى لها دليل مستند شرعي أنه يرمي قبل الزوال، حتى لو أن الحملة اضطرتك ما توافقها وتأخر. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: وإني على طول سنين يعني أكثر من 50 سنة وأنا أراجع في السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار القولية والفعلية عن الصحابة رضي الله عنهم، فلم أجد دليلا لا من قول ولا فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم 12 أو 11 أو 13، كل الرمي أيام التشريق بعد الزوال، وإنما الرمي قبل الزوال والفجر والضحى والصبح هذا يوم النحر فقط، جمرة العقبة فقط. لا بد يتنبه لهذا، فالرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة، أيام التشريق الثلاثة، من رمى بعد الزوال له أن يخرج من منى إذا كان يوم 12، وإذا أنه تهاون في الرمي ولم يرمي يوم 12 إلا ليلا يلزمه المبيت بمنى والرمي يوم 13، وهذا هو السنة. فقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني أيام التشريق، فمن تعجل في يومين يعني من نفر من منى يوم 12 بعد الزوال بعد رمي جمرة الجمرات
نفر إلى مكة فطاف وودع وسافر إلى أهله، أو نفر وبقي بمكة، فلا بأس هذا التعجل. التعجل أن تنفر من منى يوم 12 بعد الزوال، بعد رمي الجمرات، والتأخر هو الأفضل، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبيت ليلة 13 بمنى وترمي يوم 13 الجمرات الثلاث بعد الزوال، ثم إن شئت فابقى في منى، وإن شئت فانفر إلى مكة، وإن شئت فارحل، لكن أمر الحجاج أن يكون آخر عهد بالبيت. من أخر طواف الإفاضة وطاف حين عزم على السفر فإنه يكون طواف إفاضة ويجزيه عن طواف الوداع. أما من كان طواف الإفاضة يوم العيد أو 11 أو 12 ثم تأخر، فلا بد له أن يطوف طواف الوداع يوم 13. ومن غربت عليه الشمس وهو بمنى يوم 12 مطمئن فهو يلزمه المبيت والرمي يوم 13. أما لو قدر أن غربت الشمس وهو في سيارته ومتاعه في سيارة راحل، فهذا عزم له حكم عزيمته، سكوسرة مثلا، انسد نفق من الأنفاق لسبب أو غيره، فالأمر واسع، لا بد أن يعلم هذا. فيوم الرؤوس هو يوم 12 وهو يوم النفر الأول، واليوم 13 يسمى يوم النفر الثاني، يوم النفر الثاني هكذا. والإنسان الذي يريد الخير، زيادة الخير والأجر، تحري السنة، ينبغي له حتى يوم 13 إذا نفر من منى أن يبيت بالمحصب اللي يسمى العدل الآن، قبل قصر السقاف ومقبرة المعلات على اليمين. إذا وجد له شقة هناك يبيت ليلة، ليلة 14، فهذا سنة على الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عنه يوم 12، قال إنا إن شاء الله نبيت في خيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر. الخيف سفح الجبل، حيث تعاقدوا على الكفر، يعني تعاقدت قريش في أول الدعوة على مقاطعة بني هاشم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحصروهم في الشعب. فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر الإسلام والتوحيد وعز الإسلام والتوحيد في هذا المكان الذي أظهر فيه كفار قريش الشرك، خيف بني كنان، يعني سفح الجبل هذا. إذا كنت متجها من جمرة العقبة مع الأبطح تريد قصر السقاف ومقبرة المعلات، هو يجيك على اليسار قبل أن تصل قصر السقاف، فهذا هو المحصب والأبطح، التحصيب. بات به النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 14، ثم قام من آخر الليل وذهب إلى الحرم وطاف الوداع وصلى بالناس صلاة الفجر يوم 14، ثم خرج من مكة عائدا للمدينة عليه الصلاة والسلام. هذه من المهمات، والإنسان ينبغي له إذا كتب الله له الحج فرضا أو نافلة أن يوطن نفسه على الطمأنينة وعلى الهدوء وعلى الرفق وعلى تحري أدق السنن، لا يفرط في السنن، فإنه في أيام فاضلة، في زمان فاضل، في مكان فاضل، في الأيام معلومات والمعدودات، في الحرم،
في أيام نسك يستكمل الأجر، لا يترخص مرة هنا ومرة هنا، ما ينبغي. فالإنسان يجتهد، والقاعدة إن الإنسان إذا اعتنى بالفرائض والأركان والواجبات فهذا رأس ماله الشرعي، وإذا اعتنى بالسنن المستحبات فهذه أرباحه، والذي يضيع الأرباح على خطر أن يكون مضيعا لشيء من الواجبات والأركان، والذي يعتني بالأرباح يحفظ الأركان والواجبات. هكذا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم مشى خطوة خطوة في المناسك، في كل مقام يقول لتأخذوا عني مناسككم، فلا أدري فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. ولما فرغ من الطواف، طواف القدوم، توجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى ركعتين خلف المقام. ولما توجه إلى الصفا، وصل عند الصفا أسفل الصفا، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بالصفا، ما يدل على أنه يتحرى كل شيء الدقيق والجليل. لما وقف بعرفة خلف الصخرات الذي يسمى جبل رحمة من جهة الطائف، جعل الجبل عن يساره وهو وراء الجبل، واستقبل الكعبة، قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وانهضوا عن بطن عرنة، يعني ليس من عرفة، بطن الوادي. وقيل إن عرفة سميت عرفة لأن جبرائيل عليه السلام لما عرف أبانا آدم المناسك قال له عرفت، ما هو مثل ما يقول العوام من آدم تعارف هو وحواء عليه السلام بعرفة، لا، تعليم المناسك، أن جبرائيل عليه السلام علم آدم المناسك عليه السلام، فيقول له عرفت، المناسك مقصودة من عهد آدم عليه السلام. وذكر أن الذين بنوا البيت الكعبة البيت الحرام قبل إبراهيم 20، أولهم الملائكة، ثم تتهدم مع الزمن وتضيع المعالم. قد جاء في الصحيحين إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في طريقه للحج المكة في وادي يقول كأني أرى يونس عليه السلام، وقد هبط في هذا الوادي ملبي له جؤار على جمل مخطوم خطامه ليف، وذكر عن موسى عليه السلام كذلك. فالبيت محجوج، محجوج قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من عهد إبراهيم عليه السلام، هذا العهد الجديد، وقبله ما يعلمه إلا الله. ولو ما وقف صلى الله عليه وسلم بمزدلفة قال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وانهض عن بطن محسر، وقف في منى وأخبر أنها فجاج ومنحر، طريق منحر. وهكذا ووسع صلى الله عليه وسلم في المناسك في عرفة وفي جمع مزدلفة وفي منى، كل هذا يبين حدود المناسك وأن ليست محصورة على المكان الذي هو فيه، بل كل مسمى المشعر منسك إلا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لابد الإنسان يكون داخل أعلام المشعر، يجعل أعلام المشعر الحدود اللي هي علامات على المشعر، اللوحات الإرشادية والبنايات الإرشادية، أن يكون هو داخل هذه البنايات واللوحات لا خارجها، داخل المشعر، لأنها محيطة بالمشعر، هي اللوحات والبنايات محيطة بالمشعر،
من جميع الجهات، فلا بد أن تكون داخلها لا خارجا عنها. فلو أن تحت اللوحة أو البناء البنية خارج المشعر ما تكون في المشعر، ولا يقع نسكك موضعه إلا أن تكون داخل الأميال العلامات والبنايات البنيات هذه واللوحات من جهة المشعر لا من الجهة الخارجية، وتعتني بهذا. فإن عرفت فذاك، وإن لم تعرف فاسأل، اسأل رجال الأمن، اسأل المفاتيح الشرعية الذين يفتون، اسأل الجهات الرسمية، انظر في الخوارط المرسومة وتتبين لك. أما أن تتساهل وتغمض عينيك وتغفل، أو تقتدي بمن لا يجوز الاقتداء به من أهل العجلة وعدم التروي والذين لا دين لهم ولا أمانة لهم، لا، غلط، هذا حرام عليك. أنت تتعبد في النسك، فتتعبد بالدقيق واليسير وبالجليل والكبير، لا تفرط، لا تستعجل، لا تدري، ربما أنك لا ترجع إلى المناسك مرة أخرى، هذا آخر عهدك بالمناسك. لابد من الاهتمام بهذا. ومن ذلك الرمي عند الجمرات، بعض الناس بينه وبين الجمرات 20 متر 50 متر ويرمي وما يدري هو أصاب هو يم المرمى، ولا يدري وش صفة المرمى، هذا ما يجوز، ما تبرأ الذمة. لابد أن تقترب قدر المستطاع بحيث أنك ترى المرمى وتضمن أن الحجر سقط في المرمى، المقصود سقوط الحجر في المرمى، لا أن يرمي الشاخص والجدار المبني. لابد من الطمأنينة، مثل ما تشرع الطمأنينة في الصلاة، الطمأنينة في المناسك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول للناس: السكينة السكينة، إن البر ليس بالإيضاع، الطاعة ليست بالإسراع. وفقني الله وإياكم من يحب ويرضى، وجعلنا هداة مهتدين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.